اخوتي وخياتي باذاعه صوت الرب، بفرح نرجع بنلتقى سوا بهالموعد الثابت يلي بيرجع بيحطنا باطار يفتح قدامنا افاق، نرجع نفكر بموضوعات مهمه لحياتنا كل يوم. اليوم بدي احكي انا وياكم عن موضوع انتظارات الشبيب من الكنيسه. شو ناطرين شبابنا من الكنيسه؟ طبعا ما رح طال الموضوع من كل جوانبه، بس رح ياخذ جزء كثير مهم، لانه كلنا بنعرف قدي شبابنا اليوم اللي هي شبيبه طاقه مهمه اليوم، هن صناعه المستقبل لإلهم، هن هالطاقه اللي عندهم كل الحماس كل القدرات، بس طبعا بينقصهم الخبره الحكمه طبعا، بس مش غلط يغلطوا بهالدنيا، بس بنطول بالنا عليهم لشبابنا. فاذا شبيبتنا عم تقطع بازمات متنوعه كثيره خاصه اليوم بكل العالم، وصرختها وحده، وين بكنيسه؟ طب ليه انا وحده يعني؟ بوسط كل الازمات، مثلا اذا بحكي شوي عن وسط الازمات الاقتصاديه، طيب انا لاني قادر اشتري بيت اليوم، لاني قادر امن مستقبلي، يمكن حتى ما في عمل، كل الظروف الاقتصاديه صعبه، بتصرخ كنيستنا، بتصرخ شبيبتنا، وين كنيستنا؟ ليه كنيستي منا حدي؟ حتى بوسط كل انواع الفراغ لا معنى اللي بيعيشوه شبيبتنا، بوسط التحديات اليوميه اللي بيعيشوها، وسط الجنوح الى انحرافات اخلاقيه اليوم عم بيعيشوها من الادمان والمخدرات والمقامره، ايه بيصرخوا طب وين الكنيسه؟ طب مش حاضره حد شبابنا اللي عم تتوجع عم تتالم، ما في مين يسمعها. نحن بنآمن نحن انا وياكم وكل شخص منا انه الشبيبه تعرف تعلم، شبيبتنا تعرف الكثير، ولكن هي بحاجه انه ترجع تقول انه كنيستنا عم بتقدرها، لانه بتعرف انا اليوم ككاهن وكمكرس ما بعرف كل شيء، بدي اعترف بمحدوديتي ببعض الامور، بعرف كثير اشياء بس في اشياء ما لا أدركها بالتمام. مشان هيك نحن بحاجة لشبابنا، لقدراتهم، لمعرفتهم، لأنه هن قلب الكنيسة. يعني مشان هيك كل القدرات العلمية اللي عندهم إياها، تخيلوا إذا فوتناها على قلب الكنيسة أي غنى بيكون عنا. فإذا شبيبتنا لازم أول نظرة تفكر فيها بتعرف، عندها معرفة، وحتى لو في إشياء غلطوا فيها مش آخر الدنيا. ثانياً شبيبتنا بتصلي، وانا اختبرت كثير مع شبابنا انه نحن كمان بنطلب من شبيبتنا تكون شبيبه مصليه بتنفتح على عمل الروح القدس، بس انا كثير من الاوقات عم شوف كثار من الشباب اللي عم بعيشوا خبرات الصلاه، خبرات يغرقوا بكيان الله، وبشوف شباب كثار حاطين مسبحه باعناقهم، بس كمان بالوقت ذاته في قسم من الشباب ما عم بتصلي قد منا تعبانه، يمكن حتى بيحطوا اشياء شكليه حتى المسبحه برقبتهم ولكن هن ما بيصلوا. خلينا نرجع نقول في عنا قسم من الشبيبه ولو قليل بس عم بيصلوا، بس في قسم ما عم بتصلي. ثالث بعد هيك بفكر فيه من آمن انه بشبيبتنا كمان انه هي بتشارك الى حضورها الى مشاركتها، عم بيحملوا نور المسيح للعالم، لانه ما حدا عم بيبشر الشباب. وقداس البابا يوحنا بولس الثاني بيقول ما حدا بيقدر يبشر الشباب الا الشباب، بيعرفوا يحكوا لغه الشباب، لانه نحن اوقات بنحس على حالنا بيعدنا عن شبيبتنا. مشان هيك الدور اليوم اللي لازم نفكر فيه لشبيبتنا هو الجاذبيه، كيف فينا نجذب شبيبتنا حتى يعيشوا تجددهم، يكون عندهم فرح، يكون عندهم محبه، يكون عندهم شغل بقلب الكنيسه. ومشان هيك بدي اقول لشبابنا انتم من قلب الكنيسه بتاخذوا قوتكم وبتجتازوا كل الصعوبات، لانه الكنيسه هي ام لإلكم، هي معلمه لإلكم. بيان رح بلش بالفكره الاولى بعد المقدمه اللي هي شو هي انتظارات شبيبتنا لليوم؟ شو انتظار شبابنا؟ شو ناطرين منا؟ شو ناطرين من الكنيسه؟ أول شغلة بينطروها وبسمعها كتير من شبابنا: أعطونا وقت، أبونا أعطونا وقت، بدنا وقت، بدنا نطلب من الرعاة، بدنا نطلب من الكنيسة لأنه يعطونا وقت، لأنه اللي عم نختبره ونشوفه إنه الأبونا ما عنده وقت، لا وقت لديهم، وما عندهم وقت يتقربوا منا للشباب، ما عندهم وقت يتفهمونا، ما بيتفهموا الشباب، خاصة بموضوع الإرشاد، بموضوع الإصغاء، في قلب مشاكل شبابنا، في قلب اجتماعاتهم، مش بس بمشاكلهم، ما عندهم حركاتهم، عندهم الجروبات تبعهم، نحن أوقات غايبين عنا، قدي قادرين نحن نرجع نشوف دورنا في قلب الاجتماعات، نهتم بشبيبتنا، نهتم بصعوباتهم، نهتم بقلقهم، نرافقهم بحياتهم اليومية، وخاصة بعمق الآلام يلي بيقطعوا فيها، ندعمهم بالرسالة، منه الدعم بس معنوي وبس، ومع انه بحاجه للدعم المعنوي، بس كمان مش غلط الكنيسه تحط ايدها بجيبتها وتدعم شبابنا ماديا، حتى كمان يقولوا والله الكنيسه حدنا، نرجع يكون في اكتساب للثقه، وهيدي مهمه جدا، نرجع نوثق بشبيبتنا بطاقتهم. الثقة إذا بدي أقول هي الموضوع الشبه مفقود اليوم، مشان هيك بيقولوا شبابنا بيننا وبين كنيستنا في هوة، في وادي، بقى مشان هيك ما نكون حقيقة طرف بقلب لقاءاتنا، بقلب رعايانا، حتى عم بحكي طرف يعني عم بحكي بكل الأمور، يعني طرف بالبعد السياسي، أوقات في كهنة كمان بياخدوا بعد سياسي بيكونوا طرف معين، حتى بأمور الخدمة الرعائية كمان بيكونوا طرف، بقى قدام مهم إن كان بالأمور الرعوية، إن كان بالأمور الاجتماعية، أو إن كان بالأمور السياسية، ما فينا نكون طرف، خاصة بالموضوع السياسي، لأنه رح نخسر أكثر من نص الرعية. الكاهن أو المكرس لازم يكون شخص جامع، ويكون في عنده مسافة وحدة بينه وبين كل الناس، حتى ما يكون عم بيميز، إن نعطي أيضا مسافة للتعبير، نخلي شبابنا يعبروا عن حاجاتهم، نسمعهم، نتعاون معهم بكل الأمور، مش بس بالأمور الروحية، ما يكون عم نتصادم مع شبابنا، لازم نتعلم أبجدية الشباب، لغة الشباب، نتأقلم مع فكر الشبيب اليوم، نستخدم الطرق العصرية، التقنيات التعليمية الجديدة، نطلع من الرتابة، من الكلاسيكية، يعني شبيبتنا بريدوا يكون عندنا كنيسة شابة تسير مع الشباب، تمشي مع الشباب، حاضرة مع الشباب. أيضا من الأمور يلي فكر فيها بآباء السينودوس، السينودوس الخاص من أجل الشبيبة، نوهوا شبيبتنا كتير من الأوقات على عبء المهام الإدارية اللي عندهم إياها، إنه الكهنة عندهم التزامات بالإدارة، يلي أوقات بعض المحلات بيقدر يستلمها أي علماني، حتى يقدر يكون الكاهن والمكرس متفرغ لخدمة شبيبتنا. هالعمل الإداري على أهميته، مش عم بقول إنه الكهنة ما بينجحوا فيه، بس بيمتص بشكل مفرط وأحيانا بشكل خانق طاقات العديد من الرعاة، هو أحد الأساليب يلي بتجعل اللقاء بالشباب، مرافقة الشباب، أمر صعب للغاية، حتى تكون أولوية الالتزامات الرعوية، يعني ما بقى الالتزام الرعوي هو أولوية عند كهنتنا، مشان هيك بنشوف بيروحوا بدهم يعلموا، بدهم يكونوا بمحكمة، عندهم كمان دروس، عندهم اشياء عديدة بيعملوها خارج الالتزام الرعائي، وعم بتكون على حساب خدمتنا الرعائية، مرافقتنا لشبابنا، وعم بتبين بشكل كتير واضح. بيشدد آباء السينودوس على ضرورة إعادة التفكير في الطرق الواقعية لممارسة الخدمة الكهنوتية. لازم نعيد النظر بخدمتنا الكهنوتية بالأولويات، خاصة هلأ كمان مع زمن كورونا، كمان قدي في اشياء كمان عم تتحدينا. إذا بدي أرجع كمان من أسباب الابتعاد عند الشباب، عم بيبعدوا عن الكنيسة في عدد كبير من الشباب ولأسباب مختلفة ما عم بيطلبوا شيء من الكنيسة، لأنه ما بيعتبروا كنيستهم عندها أهمية. وكيف بالأحرى إذا ما عندها أهمية كيف بقى بده يسمعوها؟ والبعض بدل من هالشيء بيطلب بصراحة إنه تتركوا الكنيسة، إنه حاجة لحقتينا الكنيسة، يعني بعض بس شو بدهم منا بيطلبوا بس ما بيعطونا شيء، واتركونا نحن وشأننا، لأنه عم بيشعر إنه وجودها مزعج بعض الأوقات. وهالطلب هيدا منه مجرد ردة فعل أو ازدراء غير مبرر، فجذور ذلك هي أسباب جدية، وحقيقة لأنه فيها إذا بدنا نقول وجبات أو ارتكاز على الاحترام منا. مثلا بدي أقول عنا إذا أقله مشكلتين كبار عم بيواجهوا شبابنا، لأنه في فقدان للنموذج، في فقدان للقدوة، في فقدان لعيش مقتضيات الرسالة كما يجب، خاصة بموضوعين مهمين. أولا الفضائح الجنسية يلي عم بتصير بالكنيسة عم بتخلي شبابنا يهربوا، إنه إذا هو رجال الدين أو المكرسين هيك عم بعيشوا. تاني بعد كمان خطير ودقيق هو المال والتعاطي بالمال والموضوع المالي، النزاهة، الشفافية. هيدي المواضيع خلت كتار من شبابنا يبيعدوا. كمان عدم كفاءة قسم من الكهنة يلي ما بيعرفوا يتعاملوا بشكل مناسب مع الشباب، يلي مع مسائل الشباب، مع معضلات الشباب. مشان هيك ما في عناية بإعداد العظة. مثلا لما الأبونا بيجي بيوعظ ما بيعرف يعني أوقات يوصل الفكرة، نخرج عن الموضوع، نطرح مواضيع سياسية، نطرح مواضيع ما بتدق بقلب الشباب. العظة فن، العظة مهمة جدا حتى نقدر نعرض كلمة الله وتطال وتلمس قلوب شبيبتنا. بيقول بابا فرانسيس إنه العظة لا ترتجل، والعظة ما لازم تكون طويلة، والعظة كمان بالوقت ذاته لازم نختار كلمات أن تلهب القلوب، قلوب السامعين. هيدي العظة، وأنه يكون الكاهن أو الراعي اللي عم بيوعظ يعظ كأم، يقدر يحبب أولاده، يقدر يرافقهم، يقدر يذكرهم لو في تكرار ببعض الأمور. كمان من جملة الأشياء اللي بيتشكوا منها شبيبتنا، إذا بدي أرجع كمان لسينودوس الشبيبي، هو تجديد الرعية. بالوضع التاريخي الصعب تظهر عدة إشارات بتدل على إنه الرعية اليوم فشلت، بعض الرعاية اليوم بالسيستم يلي عم نخدم فيه رعيتنا، بالطريقة اللي عم نخدم فيها رعيتنا، كأنه في نوع من فشل بتلبية المتطلبات الروحية لأولاد هالعصر يلي عايشين فيه شبابنا. ففي الواقع نحن نعيش بثقافة بلا حدود، ما بقى في حدود يعني للاشياء، وسببها التواصل الرقمي، وبتتميز بالحركة المستمرة. بقى بقلب هالإطار النظرة الضيقة للعمل الرعوي داخل حدود الجغرافيا للرعية فقط ما عم تجذب شبابنا، وغير قادرة على جذب كل المؤمنين برخاص الشباب لطروحاتهم المتنوعة. ومشان هيك تصيب الرعية نوع من شلل، وبتقع بتكرار رعوي نمطية معينة عم بتعيد ذاتها، ما في تجدد. من هون في ضرورة لإعادة التفكير بمفهوم الرعية، بمفهوم العمل الرعائي بحسب منطق تقاسم المسؤوليات بالكنيسة، بطريقة أن نشرك العلمانيين، بطريقة أن نشرك خاصة الشباب، نطلع على حماسهم، نطلع على قدراتهم، لو غلطوا أن يكونوا معنا وعم نفكر، ولما بيكونوا حاضرين الكنيسة تتجدد وبتتجدد ذهنيتها وطريقة نظرتها للأمور. بهالطريقة يمكن للرعية أن تظهر كبيئة عندها معنى كبير، مثيرة لاهتمام الشباب، جذابة، وتقدم يسوع أيضا بطريقة جذابة لكل المؤمنين. أنا أعطيت بعض اقتراحات صغيرة، ضويت على بعض معضلات صغيرة. هل فينا نرجع بقلب هالانتظارات، انتظارات شبابنا، قادرين نسمعهم، قادرين نفهمهم؟ وأنا بدي أقول لكم في كتار من شبابنا برموا ظهرهم للكنيسة. إذا باخد تلميذ زي عماوس تقريبا بيشبهون، برموا ظهرهم للكنيسة، برموا ظهرهم لأورشليم، برموا ظهرهم ليسوع، برموا ظهرهم للعاصمة، برموا ظهرهم كمان للجماعة الموجودة مش بس ليسوع بقى، وراحوا. ما في 10، في 12، 11 تلميذ، 12 تلميذ، برموا ظهرهم للكل ومشوا. قد ايه في شباب من شبابنا برعايانا برموا ظهرهم وراحوا. نحن دورنا ان نعمل زي الطريقه اللي عملها يسوع. طيب فلوا هالشابين، ان نرفقهم، نسمع لهم، مش دغري اجعل تفضلوا رجعوا على الكنيسه. الخطه التربويه، المنهجيه التربويه، يسوع مشي معهم على فشخاتهم، على ايقاعاتهم، ايقاعات حزنهم، سمع لهم، شو بكم خبروني بقى، ومع انه خبروه قصته يعني قدر سمع لهم. حتى بعدين اخذ يسير معهما، بعدين تأخذ يشرح لهما الكتب، يفسر لهما الكتب وما حدث في اورشليم. فاذا بدنا نمشي مع شبابنا، بدنا نفهمهم، حتى بعدين نقدر نرجعهم، لانه في عتمات كثيره بهالدنيا. اذا ما بنعتمد طريقه يسوع، كثار من شبابنا هجروا الكنيسه. هي مسؤوليتنا كرعاة. أنا عم بحمل بأمانة كبيرة كلام شبابنا، انتظارات شبيبتنا من الكنيسة، من الرعاة، من الأساقفة، من الكهنة. ضروري بطريقة ملحة أن نعيد النظر في خدمتنا الرعوية، نستنبط طرق جديدة تتلائم مع فكر شبابنا، لحتى تبقى الكنيسة شابة بوجود شبابنا. والله معكم.